دايما بلحق الاحساس، ومريت تلحقوا الاحساس، ودايما احساسي الحمد لله 11 سنه ولا مره غلط. ساعات حدا بيبعتكم مساج بقول لكم تعالوا عندي، انا ببيروت بكره مسافر، ما بقى عندي وقت، هول هن الساعتين، وحسيت لازم اجي على هذا المحل اللي شايفينه وراي. اكل غير شكل، ديسيرات غير شكل، من الفوضى، الاستقبال، الضحكه بالمطبخ، كل شيء واضح كلين اند سو اون. ما راح اقول لكم اكثر من هيك. اكلت اليوم ديسير رائع بهذا المحل اللي ورا، ناس فهمانه شو عم تعمل، عم تشتغل بضمير، بتطعميكم مثل ما بتاكل. بيرفكتلي دان. هاي انتوني، اول شيء اهلا وسهلا فيك بدنيا. انا صراحه مش دارسه يعني شيف، بس هي هيك هوايه يعني اجت بالكونفينمون. وقت الكونفينمون بتعرف قعدنا كثير بالبيت وهيك، سو بلشت اعمل حلو بالبيت وزع الجيران. فقالوا لي ليه ما بتعملي شيء هيك انه بيج، تفتحي بيج وهيك. سو بلشت انه فتحت بيج سنه، وصراحه من بعد السنه صار في كثير سكسي يعني الحمد لله، اشتغلت منيح. فهيك جوزي قال لي انه ليه ما بنفتح شيء مع بعض حد البيت. فهيك فتحت شيء انه فروزن يوغرت، وفتحنا فرنش باستري يعني كل شيء دي باتيسوري فرانسيز. عم نعمل اكلير، عم نعمل شو على كريم، عم نعمل سان سيباستيان. فوالا، دونك في قصص كثير هلا بفرجيك عليها وبتجربها وبتقلي. هلا نحن صرنا بس 8 موا فاتحين فروزن يوغرت، الحمد لله يعني اشتغل كثير منيح معنا. فالعالم صارت كمان تشوف انه عم نعمل باتيسوري فرانسيز، وهيك عم نعمل قصص كثير طيبه وجود كواليتي. فالحمد لله اخذنا هيك سكسي يعني من وراه. نحن بنفتح من 9 لل 11 بالليل، اوكي، وفي دليفري اكيد. فوالا، دونك في قصص هيك بتنعمل بيرثدي كيك بار اوردر، يعني بدنا 2 جور افون او 1 سيمين، سا ديبون. سان سيباستيان بيست سيلر. هلا سان سيباستيان It's a baked cheesecake. بنعمل من كريم، وفي هيك له شيء ام تي سكري يعني نحطه، وبيجي فوقه يا كراميل صوص يا شوكليت صوص. فوالا، دونك هيدا اطيب شيء عندنا، والحمد لله هو البست سيلر عندنا. هنعمل اليوم تارت او سيترون، اوكي. سو انا اوريدي بلشت عملت الفون دو تارت. فوالا، هون عندنا لا كريم دو سيترون اوريدي عملتها، بدوقت لانه بتبرد، اوكي. والمرانغ ايطاليان. فوالا، التارت او سيترون اللي انا بعملها صراحه كثير طيبه، ما فيها ابدا ابدا طعمه الزنخه. عم نحط فيها برش الزست دو سيترون، اي بي دي زو هيك انه ريسيت سكريت. بس الحمد لله كثير طيبه وكلهم عم بيحبوها. سو بدنا ننزل هلا الكريم سيترون. نحن بنعمل دي جاتو فرونسي، لانه انا كنت عايشه بفرنسا، انا نصي مصري نصي فرنسي. هيدا اللي بعد ما عرفته عني. فوالا، دونك كنت عايشه بمارسي، وكنت دائما هيك انزل على البيتيت باتيسوري دو مارسي، فبحب كثير، شو تري غورموند. فوالا، دونك هون عم بعمل انا التارت سيترون. فيكم كمان توصوا على على البيرثدي كيكس قبل اون سيمين افون، حسب يعني في ويدنج كيكس، في 3 ايتاج 2 ايتاج سو كو فو فولي يعني. بس هيك بتحكوني على الواتساب وبنتفق، والحمد لله عم نعمل قصص كثير مهضومه. اسمي نبيل رضوان دانا. البزنس الاساسي تبعي انا بشتغل بالالبسه من 32 سنه، وصارت معي صدفه مدامتي بتعمل كيك، صارت عندي صدفه انه انا بحب القصص كل شيء فود اند بيفرج. حبيت الفروزن يوغرت، فوت بالمجال الفروزن يوغرت، بس نحن شوي بنعملها ديفرنت، انه بنعملها سكرها خفيف، بنعملها انه الكواليتي تبعها تكون طيبه وفريش، وكل يوم تتغير يوميا، وبنعمل كل يوم 4 فليفر ومبسوطين فيها، بنشكر الله وكل شيء تمام. الفروزن يوغرت الشغله الحلوه فيها هي بتنعمل من لبن وفريش، وما بيجي سكرها قوي، مش مثل الجيلاتو. الجيلاتو بتتخزن جمعتين، شهر، ثلاث اشهر، بتضلها بالفريزر. اما الفروزن يوغرت نحن دايلي بنغيرها بنبدلها، كل يوم تتغسل الماشينات يعني فيها اتس مور سيفتي، وكل الاعمار بتقدر تاخذها، واتس تو ريفريش. وبعدين مش للتحليه اكثر ما انه ريفريشنج، وبتريح اكثر، واتس مور سيف لاي شخص بحب انه اذا كان اكل اكله ثقيله بيجي بيهدم فيها عنا. اللس شوجر عم نروح لمجال اكثر ابعد بعد، انه يكون
فات فري، جلوتين فري، شغلات اكثر صحيه، لانه عم بيجي كلاينت كثير لعنا عم بيروح على شغلات سكرها قليل، يعني شغلات سيف مور سيف. اذا بدنا نعمل كومباريزون بيني وبين اي حدا بيشتغل بالفروزن يوغرت، نحن المجال اللي عم نشتغل فيه بالبيست، البيست اللي عم نضيفه ما بنحط باودر، في فرق انه بالبيست عم ناخذ الاوريجينال تيست، التيست المضبوطه، والتحليه كثير خفيفه. وما برجع على موضوع التخزين، التخزين ما في تخزين يومي بتتغير كل البضاعه، لانه اتس يوغرت، اليوغرت يعني روحه قصير، الكل بيعرف هذا الشيء. لهالسبب نحن بس يومي بنخلص نهارنا وباي باي. فروزن يوغرت ناتشرال اند فريش. بتعرفوا وين ما سافر بالعالم فتش على فروزن يوغرت، حتى ببغداد بالعراق رحت فتشت وين في فروزن يوغرت. شيء كثير بحبه، كثير مغروم فيه، واز جاني شيء عنا بلبنان لوكال براند، منه جاي من برا، ما بيستعمل بودره، مشغول صح؟ تفضل. سوبر طيبه، طعم الفواكه واضحه، سكر ابدا ابدا ابدا، ولقطتها حلوه، وقفتها حلوه، فريش ان ذا ماوث، خفيفه، يامي. ما عم بقدر وقف. اوكي وي، بعد عندهم تو فليفرز، بومغرانت خفيفة مش دلعة، ما بتلزق، منا كريمي، والله تفضل يا زلمة، شخص برا حاطط عينه فيهم. حمودة الفواكه، ريد فروتس، ات از اميزنج، عن جد فعلا هيك. جربهم كلهم، حطوا حيالله براند بدكم اياها جربتها، حطوا حيالله شركة جربت حطيتها، بالتقل، بالوزن، بالكيلو، بكل الانواع جربتهم. فيني اخبركم بكل فخر، صنع في لبنان هون بوسط بيروت، في عنا فروزن يوغرت، تربح اوورد. Great job. Super great job. منا soft serve، وهيدي منا ميري كريم، هيدي ما فيها حليب، هيدي منا كريم ومنا دلع، هيدي فيها لبن، يوغرت. هيدي سوبر طيبة، خلصت هيديك، وليك خلصناهن. هلا هون حطيتهم فوق بعضهم، فوق وتحت. فيكم تحطوا لهم فواكه، فيكم تحطوا لهم كل أنواع الشوكولا والبيتس والخبار تبع الأولاد الصغار. بس واحد بيجيكم الفروزن يوغرت يكلها مثل ما هي. هلا مع شوية فواكه كانت طلعت كثير طيبة. بعدنا عم ندق، مش عم بقدر اوقف، هالقد 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 طيبه. انا محلكم عم عملوا تليفون كل ما بدي انزل، شو عندك فليفرز اليوم؟ يلا واصلين. ما عم يغيرون، يا ريت فتح حد بيتي، والله بالمتن بيمشي حالكم. بس just saying. بونجور. يلا صوروا الشباب من تحت الشتا جاي يتصوروا صور. المكتوب بالقلم من عنوانه، بس اخبركم، واول ما فتت حسيت انا رح انبسط. اول ما فتحت وبلشنا نصور حسيت انه اوكي، هو جماعه بتعرف شغلتهم. دغري فتنا على المطبخ، هي عم تشتغل التار سيترون والمورانج، الطريقة اللي عم تنعمل سموزلس هيك، طريقة كتير خفيفة توب. اند ذن بيجيكم هالشي، رح شيل هول بس تفرجيكم العظمة. ما بعرف اذا بدكم فرجيكم مع شوية شوكولا كسادون، بس ايش اف اف اف، بيفتح القبلية شوكولا ملتد جوا الجاتو تبعه طري وبين منه ناشف ابدا. او ماي جود، او ماي جودنس، اوف، منه دلع، منه تقيل، ما بتحسه بالسكر،
بيستعملوا very good quality chocolate ما بتحرق الزلعيم. اوكي بلشت بعدنا بالاول. And then comes the baked cheesecake. رح ننيمه شوي. رح نحط له شوية كراميل. يعني اللي موقف سكر ما بيقدر يقول ما بيقدر إلا يقول عبالي. baked cheesecake. سان سيباستيان. ما عم بضطر اعلق. عم بيدوبه بين لسان وسقف حلق. خفيف. اف. يا زبد كيف بدي اخبركم؟ ما حسيت لساني قد ما طيب هذا الكيك. خفيف. يا شو حلو شو برتاح نفسيا صرت تفوت عند حدا بيعرف شغلته بصير عتلين هم. كيف بدي اقول لهم انه مش طيبين؟ كيف بدي اخبرهم عن الشوكولاتة تبعهم دلع؟ كيف بدي اقول لهم انه سكراتهم انتقل؟ And then comes عن جد حدا. هذا الجاتو حضرني جوا. إذا انتبهتوا استعملت كلمة زنخة مظبوط لأن هذا أكتر جاتو بيعمل طعمة زنخة أو ريحة. هذا أكتر جاتو إذا ما زبط الله يستر بطلع ريحة الباتيسري كلها سوا. وهيدا التارت يلي محمص أو مكسرة مثل البسكوي. فريش مثل إحساس الرمل بين السنين ما لنا تشي وما بتعرق. And then comes حامض acidic intense وفوق very fluffy meringue. very good stuff. ما بيمنع عن زعبر. عاد نشوف شي شوية كراميل. oh my god ولا لازم يفتحها بالمتن. يا ريت القرشة عم تطلع لعندكم والاحساس عم يطلع لعندكم. عم زيدها؟ لا. طيب هالقد؟ ايه. عارفين شو عم بيعملوا؟ اكيد. مش معقول فل بلا ما اخلص هيدا الشيء. لكن شوكليت كيك لإلي اف 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 شفتوا هون؟ شوكليت كيك لإلي فروزن يوغرت للطريق. وهيك هيك جينا. وي دايت تومورو. هذا شيء مش معقول. One of the best chocolate cakes I've ever had in Lebanon. By far. اوف. هلا كلهم كانوا طيبين عن كلهم فيهم كريم وكلهم فيهم اشياء خلينا نقول اهين انه ينعمل. بس تعملوا كيك او بيطلع كثير ناشف بيقعد بزلعيم او بيطلع طيب مشغول صح. بنبلش من جوا لمعة حلوة. مثل ما بنعمله بالبيت. الكيك الطيب هو اللي بيكون مسقى منيح مشرب مظبوط صار بتاخدوه بين اصبعين بيمعس وبيلزق على بعضه بيكون هيك اول ما تحطوه تحت تمكن بتفقع كل الصوص اللي بقلبه بتحسه بكل الاورانج عم بيروح يمين شمال. بس يعملوا شغله مش طيبه بس لقلكن عنها بتحبوا انتوا القصص اللي بحكيها عن الاشياء النيجاتيف مش ظابطه كل شيء طيب عنه. ايش بعمل؟ اوف تيجري كراميل. واو نايس فعلا. واو طفو انقدتو صح. كراميل صح. شوكولاتة كواليتي صح. الريحة صح. النفس توب. باتيسري سان بريتنسيون يعني بلا تفلسف بلا نحن الاقوى. باتيسري دو كارتيي بولانجري دو كارتيي قاعده هيك بين بعض مثل الجيران التقينا في 20 شخص. حبيبي انتم تفضل شرف حول. وعم بيعملوا لهم اكل طيب سان فاسون رابع القلب. هن مهضومين اكلهم طيب ستريت فورورد. لا هيدا الجاتو شوكولا برجع له. الجاتو شوكولا برجع له. اكلت شقفتين واحدة لانستغرام واحدة ليوتيوب فروزن يوغرت. لك يا ريت فاتحين حد البيت. كنت كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم هون بيروت ورا جنينة الصنايع باخر الحمراء ضروري تعملوا لهم زيارة. فروزن يوغرت ولا اروع من هيك. الفواكه مضبوطين ريفرشينج. هذا الجاتو شوكولا
anyway, ما تنسون ما تنسون ابدا. Great job, great great job. French quality, European standard, amazing flavors. هون بلبنان رجع كتير قريباً.